الحين حاجة جميلة ومميزة أمانة، هي يوم الجمعة القادمة حاجة مميزة لا تفوتكم يا جماعة الخير، حتكون حلقة مميزة احنا مرتبينها لكم بإذن الله في برنامج بنوتات، انتظروها إن شاء الله الأسبوع القادم من الحلقات المميزة اللي نفتخر فيها، ما أبغى أحرقها عليكم، خلوها إن شاء الله الأسبوع الجاي تتعرفون عليها أكثر وتعرفونها بإذن الله. طيب، فإحنا اليوم راح نبدأ معكم مسابقة في 5 دقائق يا بنات، ركزوا معانا. استريحي يا قلبي، استريحي. أنا هذه كل ما شفتها ما شاء الله والله أتذكر الجنوب. تعالي تعالي، أنا أوصل تحية لأهالينا في الجنوب والجميع المناطق طبعا، الرياض، مكة، جدة، دمام، جنوب، كل مكان. طيب طيب، طريقة المسابقة أنا بقول قصة. يلا استريحي استريحي يا قلبي، أنت هنا، أنت استريحي، ما تقعدين على الطاولة. أيوة أنت استريحي، يلا أبى أقول قصة، بعدها تكملين انت بخمس كلمات خلاص او 7 كلمات خلاص. ابدا معاكم في القصه. كان يا مكان، لما اوقف تكملين انت، يعني مثلا انا قلت كان يا مكان واحنا رايحين، انا طالع من البيت رايح لقناه بدايه عشان عندي برنامج بنوتات، تبدين انت تقولين برنامج بنوتات يقدم يعني اسئله واجوبه وجوائز، توقفين عن جوائز دي تقول والجوائز اللي هي يعني يقدمونها روناغرو مثلا، مثل جهاز جالكسي تاب 3 3، وانت تقولين 3 3 هو احد الارقام، ها تكملين انت طبعا تقولين 3 هو احد الارقام اللي هو رقم 3 وبعده رقم 4 وبعده رقم 5، وقف عند 5، انت تقولين رقم 5 بعده رقم 6 وبعده رقم 7، 7 اخر حرف من 7 ايش؟ ها اخر حرف من 7 ايش؟ الهاء صح، والهاء حرف من حروف اسماء مين؟ هيفا صديقتي، هيفا صديقتي في المدرسه، مدرسه، المدرسه تعلمنا ايش؟ اشياء مميزه وتعطينا دروس في ايش؟ في فن المهارات اللغويه، في الرياضيات وفي العلوم، بعدين ما تخلصين العلوم تقول انت العلوم، العلوم يعلمنا عن جسم الانسان وعن الحواس الخمس، صح ولا لا؟ الحواس الخمس، 5، ابوي اعطاني 5 ريال وقال لي روحي للبقاله واشتري لك حلاوه وعصير، ولما تشتري لك حلاوه وعصير خذي لك شوي بسكوت، ها البسكوت، البسكوت ينحط مع الشاهي، لما نصلح شاهي نحط بسكوت بالشاهي، خلاص فاهمين طريقه المسابقه؟ يلا فاهمين؟ يلا ادري احس مخكم بس يلا عاد، ترى هذه يبغى لها سرعه، اللي 5 دقائق بعدها بنتقل على طول للثانيه. طيب ايش اقول انا؟ مو بتقولين انت، اي كلمه انا اوقفها تكملين بعدها، يعني مثلا انا قلت 5 ريال تقول لي 5 ريال، هذه امي اعطتني 5 ريال وقالت لي روحي وقاعد اشوفك ازعجتيني، يعني نقول اي شيء كملين جمله خلاص. طيب كان يا مكان وانا رايح لقناه بدايه عندي مجموعه بنات قروشه قروشه، يصدعون بالمخ دائما، مصدعين ب 24 ساعه في البرنامج، اروح انا ادخل القناه بعد كذا اشوفهم قدام وجهي زي العسل، بسرعة. واحد عسل، هم حبيبات وجميلات وحبوبات، يلا حبوبات، حبوبات هي كلمة طيبة للإنسان وحلوة، يا سلام حلوة، الحلوة هي أنا ذكية وأحب الواجبات، ولا يلا بسرعة، أنا أحب إني أذاكر وفاهم مخي حلو جميل، مخي حلو جميل، جميل جميلة، أنا جميلة، أنا 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 ها؟ 5 ريال، أنا 5 ريال، أوكي 5 ريال، أنا 5 ريال، أنا أقعد، لا هي قالت 5 ريال، 5 ريال أشتري، 5 ريال أشتري فيها حليب وبيض، ها؟ يلا وأنتِ بيض، ها؟ بيض أشرب دائما البيض في الصباح، بيض الصباح، صباح؟ إيه صباح مشرق ترى اللي بيتكلم زياده بياخذ الجهاز، يلا الصباح جميل مشرق ولون الشمس جميله وكل شيء فيها صوت جميل، كل شيء صوت جميل، جميل ها جميل، جميل اي شيء قوله جميل، ها انا جميله، جميله انا اكره المدرسه، جميله ولا ليبيا، ها يلا اوكي اكره المدرسه، قلنا جميله، احنا جميله، جيبي كلمه جميله، يلا جميلة وحلوة، مو أنا جميلة، جميلة يلا، أنا جميلة وحلوة، يا شغلت أمنا أنتم جميلة وحلوة، جميلة وحلوة، حلوة 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 يلا حلوة،
حلوة هذه تقع وين؟ تقع في الحوطة، لأن الحوطة موجود فيها منطقة اسمها وأتوقع كذا يعني فيها الحلوة، فحنا عشان كذا الحلقة دائما تكون حلوة بالبنات وحلوة فيكم أنتم جمهورنا دائما تتابعونا. حنا وياكم وصلنا الحين إلى نهاية إيش؟ المقطع. إلى إيش؟ نهاية المقطع. لا إلى نهاية حلقتنا اليوم. يوم الخميس إيش رأيك نروح؟ طيب أوكي. رحت كثير. طيب إحنا اليوم نقول لكم وصلنا إحنا وياكم لنهاية حلقتنا إن شاء الله بإذن الله، نلقاكم الأسبوع القادم يوم الجمعة. تقبلوا تحيات محدثكم فهد السعير، ومن الإخراج سعد أشرف، ومن الإعداد فيصل هويمل. السلام عليكم. ما شاء الله عليهم يحفظهم ربي يخليهم كل جمال الدنيا فيهم، ومعهم أحلى حكايات كل واحدة فيهم شطورة دلوة وحلوة أمورة، ومعهم تكتمل الصورة يا بهجة كل الأوقات بنوتات مع أحلى بداية أنشودة وموقف وحكاية نتعلم وننمي هواية ونتابع كل الفقرات بنوتات بنوتات شوفوا وش زين السهرة بنوتات أحلى براءة وأحلى بنات لإحياء حفلاتكم وإقامة الفعاليات بمشاركة العديد من النجوم.